في محلات بلدية صبرا على هذا الإنجاز. شكرا لمختاري محلات بلدية صبرا، شكر خاص لهم على تعاونهم مع الرابطة الوطنية للشباب بصبرا. شكر خاص للسادة بمكتب الرياضة بصبرا. الآن فليتفضل الأستاذ محمد خليفة الداعم أمين مكتب رابطة شباب صبراتة لإلقاء كلمة تقديمية للحضور، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا. الآن الاهتمام بالأعمار والفئات الشبابية التي من شأنها أن تنهض بها المدينة والدولة. الرابطة الوطنية للشباب وجدت لكي تنتشل الشباب وتهتم بهم والجذبهم داخل المؤسسات السيادية للدولة، لا داخل مؤسسات الصراع. الرابطة الوطنية للشباب بالتعاون مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراتة انطلقت اليوم ووضعت حجر الأساس في إقامة مسابقة قرآنية أعطيناها من الاسم حصاد الحافظين لجزء عامة للأعمار السنية التي لا تتجاوز أعمارهم من 12 سنة. وبفضل من الله عز وجل وبفضل المجهودات الموجودة من اللجنة المشرفة إلى لجنة التقييم والتحكيم إلى مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بصبراتة، ها نحن اليوم ننطلق في أولى مسابقاتنا في دورتها الأولى وهي مسابقة حصاد الحافظين. المسابقة والرابطة الوطنية للشباب تعاونت مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، فالتحية لكم والشكر موصول لكم، وبفضل موجوداتكم وبفضل تواجدكم وبفضل روح التنافس. لا يمكن أن نشكر كل أهلنا للتعاون، ليس للحصر ولكن نطلب منهم كوكب صبراتة على تعاونها معنا. أريد أن أستمع صبراتة مشكور جزيل لهم على هذا. هذه المسابقة في حصاد الحافظين حتكون في أجزاء أخرى من القرآن إن شاء الله. نتمنى للجميع التوفيق، وحقيقة ليس بغريب على شباب أو رابطة شباب صبراتة أن تتعاون مع كل القطاعات، ومشكورين كل القطاعات التي ساهمت لإنجاح هذه المسابقة لتكون أول بادرة خير إن شاء الله في المسابقات لهذه السنة، سنة 44 هجري. والشكر موصول لكم جميعا، أرجو التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفرجوا على هذه الكلمات. يتواجد معنا السيد أحمد الصويعي مدير مكتب الرياضة بصبراتة الذي لم ولن يبقى الآن أو في المستقبل على هذه المكتب من مساعدات وتقديم ما يلزم، فليتفضل إلقاء كلمة لهذا الجمع الكريم. وعلى آلي وصحبي أجمعين. أرحب بالضيوف الكرام اليوم في هذه المسابقة، مسابقة حصاد الحافظين التي ينظمها الرابطة الوطنية لرعاية الشباب بالتعاون مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية مكتب صبرات. في الحقيقة نحن مكتب الرياضة، اليوم كانت حضورنا معهم شرفيا، و الحقيقة حكون في الموعد في مسابقات لاحقة إن شاء الله، وحنقدم العون بقدر الاستطاعة التي بالموجود اللي عند المكتب إن شاء الله. الله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة، وكما في الحديث الذي رواه أهل السنن بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة هما الأصلان
هي التي تربك النشأ على أهل كتاب الله وفهمه والعمل به مما يتفاعل حفاظ القرآن وضيفهم على التفقه في الأمور الشرعية ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررت بالنار والجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما نار الجنة؟ قال: هي عليها فنحمد الله على وجودها وحفظتها وكثرة المؤمنين عليها ونسأل الله أن يبارك الاهتمام بالسنة النبوية. فالعمل على نشر السنة واجب وتعليمها من أفضل القربات ومن الألفاظ. وإنني بهذه المناسبة الطيبة بهذه المسابقة اللجنة المشرفة لمسجد تراث العتيق فجزى الله جميعا والتسهيلات يكون نجاح العمل واستمراره. وقد جاء في صحيح من حديث جرير بن عبد الله هذه المسابقة التي نسأل الله عز وجل أن تكون طيبة مباركة، هذه المسابقة التي كانت بتعاون بين مكتبي الرابطة الوطنية للشباب ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراته، وهذه المسابقة هي الأولى من نوعها في تعاون بين هذين المكتبين. وهذه المسابقة باعتبارها الأولى فتكون في الجزء الأخير من القرآن، ألا وهو جزء عم، وتم الإعلان عنها مسبقاً، تم تسجيل الطلاب المشاركين فيها من فترة ليست ببعيدة. وهذا التنافس هو بين الطلاب المشاركين في مراكز التحفيظ، أي مراكز تحفيظ القرآن الكريم. وهذه المسابقة إنما هي للتنافس بين أبناء المسلمين في حفظ كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لكل خير، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق في هذه المسابقة. ولا أريد أن أطيل في الكلام، فموضوع هذه المسابقة ومن حيث التنظيم وكيف يكون التقييم في هذه المسابقة، يكون لكل طالب مقدار 3 أسئلة في جزء عام. يسأل الطالب السؤال الأول، ثم السؤال الثاني، ثم السؤال الثالث، ويكون التقييم على 4 جوانب. يكون التقييم على الحفظ، ويكون له 60 درجة، ويكون التقييم على أحكام التجويد، ويكون له 20 درجة، ثم الأداء وجمال الصوت. يسددنا وإياكم، ونبدأ على بركة الله عز وجل في هذه المسابقة. ونتفضل نبدأ بالمتسابق عبد الرحمن خالد إبراهيم من مركز تحفيظ عمر الفقيه.
تحقيق البرنامج. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني، اقرأ جل وعلا أرأيت الذي ينهى إلى نهاية سورة القدر. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عاطف علي الغول مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صدراتا، اليوم نلتقي استفتاح بداية المسابقة، ألا وهي مسابقة حصاد المحفظين التي يشرف عليها مكتب الرابطة الوطنية للشباب بمدينة صبراتة وبالتعاون مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراتة. طبعا اليوم هو استفتاح عدد الطلبة الموجودين ما يقارب عن 70 طالبا. وطبعا هذه المسابقة كانت قبل المسابقة اجتماعات بين مكتب الرابطة الوطنية ومكتب الأوقاف صبراتة لأجل هذه المسابقة. وطبعا كان دور الرابطة الوطنية للشباب ألا وهي جميع المناشط من ناحية رياضية وغيرها، ومن ثم حفاظ القرآن الكريم. طبعا هذا التعاون هو أول تعاون بين المكتب الأوقافي ومكتب الرابطة الوطنية، وليس أول مرة بإذن الله. فهذه المرة كانت هذه المسابقة في جانب جزء عما من القرآن الكريم، ومن بعد ستكون في نصف القرآن، ومن بعد ستكون إن شاء الله في القرآن كامل. بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في معظم آياته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. طبعا الاسم محمد، خليفة محمد بلعو، مدير إدارة مكاتب المنطقة الغربية، اليوم بصدد الإشراف على مكاتب المنطقة الغربية للرابطة الوطنية للشباب، اليوم بصدد الإشراف على مسابقة حصاد الحافظين التي تنظمها الرابطة الوطنية للشباب مكتب صبراتة بالتعاون مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراتة. مسابقة حصاد الحافظين لحفظ جزء عامة، عدد الذين استهدفتهم المسابقة والمشاركين من مدارس التحفيظ تجاوز عددهم 70 متشارك. طبعا المسابقة ضمت حوالي 24 مدرسة تحفيظ أو 25 مدرسة تحفيظ داخل المدينة. المسابقة الآن في دورتها الأولى بالتعاون مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراتة، وهي النقطة الأولى واللبنة الأولى لانطلاق المسابقات الرياضية والثقافية الأخرى. فانطلقنا بالمسابقة الدينية داخل مكتب النشاط الرابطة الوطنية للشباب صبراتة، واخترنا المقر لها مسجد صبراتة العتيق الذي يقع في وسط مدينة صبراتة بالتعاون مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراتة، ولكم كل التوفيق. طبعا نشكر الإذاعات التي واكبت، الإعلامية التي واكبت هذه المسابقة وواكبت هذه الانطلاقة، والهدف من المسابقة هو إرساخ وبث روح التنافس في حفظ كتاب الله. فاخترنا نحن كرابطة وطنية للشباب صبراتة ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية صبراتة جزء عام، الجزء الأخير من القرآن الكريم في دورته الأولى، ثم تنطلق المسابقات وتتوالى لوضع القيم وأسس وتعليم أبنائنا مفاهيم ديننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.